بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا فيديو جديد حنحكي فيه اليوم عن دبي. أنا عملت رحلة على دبي وبصراحة عملنا شوية سيرش قبل ما نروح. ما كانت رحلة طويلة فما قدرنا نزور كل سواء الاتراكشنز أو أماكن دبي. دبي مدينة جميلة جدا، هي وجيرانها الشارقة وأبو ظبي وعجمان، فكلهم عبارة عن إمارات في الإمارات العربية المتحدة، وبصراحة صايرين big destination للتوريزم. فحنحكي شوي عن دبي. رحنا تقريبا بديسمبر، طبعا ممكن تخيل الجو كان بارد بأمريكا وتلج وبرد وصقيع، بينما وصلنا دبي الحرارة 73 فرنهايت up to 76 sometimes up to 80 وأحيانا أقل شوي، يعني بالليل للسكستيز، بس كان الجو مقبول جدا بالنسبة لنا، ربيع يعني فعليا. بجوز للنيتيفز بدبي ممكن يكون شوي برد، بس بالنسبة لنا ربيع. فعدة من الأصدقاء طلبوا أن نعمل فيديو سريع عن دبي، نحاول نذكر فيه شوية تراكشنز لا سيما للي ما زاروا دبي من قبل. فحنعمل فيديو ونمشي فيه بعدة مراحل. حنحكي أول شيء عن الشواطئ الموجودة، باعتبار مثل ما شايفين دبي مدينة شاطئية بامتياز، وفيها مجموعة من الشواطئ الجميلة جدا على امتداد الساحل. بعدين حننتقل لبعض التمشيات اللي فيها، وآخر شيء ممكن نحكي عن المطاعم، لسيما الشباب المغتربين اللي نازلين كله عم يسأل وين فينا ناكل شاورما، وين فينا ناكل أكل ميدل إيسترن طيب. وحنحكي بال المولات والاخر شيء ننهي بالاتراكشنز اللي موجوده بدبي، سواء حدائق الالعاب او الاتراكشنز تبع الفيزيتنج وهالقصص. فخلينا نبلش اول شيء بنظره عامه لدبي. بالاخير طبعا بس حنروح بالاضافه لهالشيء كله نحكي شوي عن الشارقه باعتبارها قريبه عليها، وشوي على ابو ظبي إضافة مجموعة من الاتراكشنز اللي ممكن تنزار إذا في وقت كافي. طبعا دبي تحتاج إلى أسابيع وأسابيع وأسابيع من الوقت لمحاولة الإحاطة بكل شيء موجود فيها، لذلك أنا حأحكي من تجربة شخصية وحأذكر بعض الأشياء المهمة اللي ما لحقنا نزورها بس كانت على الأجندة. طبعا النيتفز تبع دبي ممكن يعرفوا أكثر بكتير فلاحقوا، بس أنا بصراحة ما لقيت فيديو كافي وشامل على اليوتيوب ليشرح لنا عن دبي أكثر، فلذلك حبيت أسوي هالفيديو وإن شاء الله يكون جايد لأي شخص حابب ينزل لسيام من أمريكا أو من أوروبا وعنده شوية أشواق لهالبلد الجميل وأهله الطيبين أو لذكرياته في بلاده، لأن دبي هي فعليا مدينة دولية حتلاقي فيها من كل شيء، سواء كنت يمني ولا سوري ولا لبناني ولا أردني ولا فلسطيني ولا مصري ولا عراقي ولا أي جنسيات، المطاعم الصومالية السودانية الاتراكشنز، سواء ما كنت عربي هندي أو باكستاني، سواء كنت أوروبي حتلاقي من كل شيء، لا سيما آسيا الاتراكشنز الصينية واليابانية والفلبينية والنورث كوريا، عفوا ساوث كوريا، فحنحكي عليها وحنتطرق للإكسبو كمان. فدبي مدينة ساحلية. أنا بتذكر دبي بزمناتنا كانت دبي تقريبا هي المنطقة. خلينا نقلب على الماب العادية أول، تمام. فالشارقة هي هاي الإمارة اللي هون إذا شايفينها، فنحن نبلش بالشارقة. بعدين عندكم دبي اللي هي ممتدة تقريبا هلأ على طول الشاشة، مثل شايفين هي مثل شريط ساحلي صايرة كامل لحتى ما تلاقوا النخلة هون، وبعدين بتنتهى بالأسفل عند جبل علي، تمام. هلأ هذا عم بحكي أنا كمان وجهة نظر سائح مالي خبير سياحي بالمدينة، بس هي الأماكن المهمة جدا اللي يعني اللي بدك تكون موجود فيها. فممكن تشوفوا هون دوار الساعة، هذا دوار الساعة مشهور جدا بدبي، من أقدم الأتراكشنز اللي كان بدبي قبل ما أطلع كل هالبنايات، دوار الساعة كان موجود. فهم ممكن تشوفوا هذا شمال دبي، هو دبي القديمة إذا شايفين البوينتر، فدبي القديمة اسمها الديرة هون. ففي عندكم الديرة، في عندكم بر دبي حوالي هون، هي حديقة الخور، فهي كل المناطق القديمة تقريبا بدبي. وبصراحة بتلاقيها يعني ما مثل ما شايفين بالصورة، يعني ما بتقول هي نفسها دبي اللي حاليا بتشوفها،
دبي الجديدة هي تقريبا إذا بتشوفوا هون في عنا الفريم، بتشوفوا الفريم، خلينا نقلب على، شايفين هذا الفريم؟ فالفريم هو موجود بالحديقة، وهو واحدة من الاتراكشنز اللي كتير عالم بتروح عليها. فضروري نجيكم، لأنه هو إذا بتشوف الفريم فهو بيفصل دبي القديمة عن دبي الجديدة مثل ما شايفينها. فهذا الفريم فينك تطلع فيه وتقدر تشوف الفرق بين دبي القديمة والجديدة. فمثل ما شايفين هو صاير تقريبا بشمال دبي الجديدة وجنوب دبي القديمة، دبي القديمة دبي الجديدة. فأنتوا معظم الاتراكشنز اللي حنحكي عليها هي حتكون بدبي الجديدة. وهذا الكلام هون شمال دبي، وهي برج خليفة هون عشان تاخذوا اورينتيشن. فهذا الداون تاون، نرجع شوي للصورة. فبرج خليفة هون، دبي القديمة، بداية دبي الجديدة، والشاطئ all the way down لعند المارينا. فالمارينا هي تقريبا الحدود الجنوبية لدبي. ومثل ما حكينا بر دبي حيكون الحدود الشمالية هون والديرة، والشاطئ هو الحدود الغربية. فأنتوا فعليا معظم، مثل ما بتشوفوا، معظم لما تروحوا تحضروا الشروق ما حتقدروا تشوفوا كتير، إنما حتكون موصلي الغروب. فوقت الغروب هو وقت جميل جدا في دبي، بينما من الناحية الشرقية حتشوفوا بشكل أساسي حتكون أشياء صناعية جوا واستثمارات وأماكن سكنية ممكن نحكي عليها شوي. حنشوف الأكسبو، القرية العالمية كمان بهاي الأماكن، هاي القرية العالمية وفي الأكسبو تحت. فخلينا نحكي شوي شوي. هي نخلة الجميرة، بس عم حاول أعطيكم ريفرنسز لحتى نعرف لما نحكي عن المناطق تقريبا وين حتكون. فإذا بلشنا بالشاطئ، خلونا نحكي عن الشاطئ، وحنحكي شوي عن الشواطئ الموجودة في دبي. طبعا أنا ما تمكنت من زيارة الشواطئ، ولكن قضينا وقت كتير على الشاطئ. الأولاد بيحبوا الرمل الأبيض، بيحبوا الأمواج، والجو بديسمبر وجانوري كان لسه بالنسبة لنا مناسب كتير للشاطئ. لقينا ناس من أهل البلد لابسة الجواكيت، نحن كنا بالبحر، حلاوته مناطق مخدمة بشكل جيد. حنبلش معكم من الشمال للجنوب. فهذا أول شاطئ أساسي، لامير بيتش. فهو منطقة ضخمة، وهو يعني شاطئ أساسي من شواطئ دبي. في أماكن للمشي كتير، في يعني مطاعم. خلينا نحط لكم مثلا تشوفوا الأمثلة. فهذا مثلا مطعم سولت بلامير، ومثل ما حتشوفوا يعني في أتراكشنز جميلة جدا. طبعا كل ما كان في مناطق للأكل والتمشاية على البيتش بتكتشف أنه هو منطقة سياحية. فبدك تتوقع مثلا هون الـ الأوضاع شوي حتكون مور يوروبيان ستايل، لا سيما خلال الظهر. فكل ما شفت أعداد وشمسيات وهذا، فبدك تتحضر يعني تشوف إذا هالشي مناسب لعائلتك ولا لا. نحن ما كان مناسب لنا، فيعني ما كتير قضينا وقت بهيك أماكن. بس هو التمشاية جوا يعني مثل ما شايفين هذا الطريق، على لامير بيتش حيكون يعني مميز جدا. فحنورجيكم مثلا هون الألعاب. فهذا البلاي جراوند تبع لامير، وبتلاقوا بكل مكان يعني الأولاد دائما ينظرون إليهم نظرة إكبار وإجلال، و شيء جميل جدا انك تلاقي الاولاد محسوب حسابهم بكل الاماكن. فمثل ما بتشوفوا العاب اطفال، ومعظم الامور هنيك رمليه، فميك شور انك تاخذ السليبرز تبعك، شحاطه، يعني ملابس السباحه، يعني معظم الامور فعليا رمليه على الشواطئ. والشاطئ هو جزء كبير. فهون ممكن بارك باللامير نورث باركينج او في الساوث سايد مثلا. وهي مثل ما قلنا يعني منطقة جيدة جدا للتمشاية بشكل عام. وطبعا دائما لا يخلو المكان من أكل وشرب، و يعني ممكن spend يعني couple of hours to three hours على حسب شو الأكتيفيتي اللي بدك تعملها.
فهي منطقة لمير، وهي منطقة مشهورة جدا بشمال دبي الجديدة على الشاطئ. طيب هلا حنتحرك معكم على الشاطئ. مثل ما قلت لكم يعني ما كتير خبرنا معظم الشواطئ، خبرنا كتير من الشواطئ وليس جميعها. فأنا حأمشي معكم لمكان اسمه البيتش بارك، فخلينا نكتبها. وهذا المكان حبيت أرجيكم إياه مو بس مشان السباحة، بينما اللي معه أولاد صغار ممكن ينبسط كتير بهالمكان. اللي هو هذا المكان، فإذا بتحط دبي public beach parking، في باركين كبير بتصفوا فيه، هو قريب على مطعم نصرات والفور سيزن هون، فدائما معجوء المنطقة للدخول. بس مثل ما قدرتوا توصلوا وفتوا لجوا، هي المنطقة جميلة جدا يعني بصراحة. فيها ألعاب للأطفال أيضا، نورجيكم هون شوي مثل ما شايفين هون، فدائما معجوة. إمتى ما رحتوا بتلاقي أولاد عم تلعب، فالأولاد بيتمتعوا باللعب. المنطقة آمنة جدا، الأرض مساوية بحيث يعني إن شاء الله ما في أذية للأطفال. حوالين المنطقة طبعا الشاطئ، وفي واي فاي مجانية، انتم شايفين هاي شجرة الواي فاي، وممشى يعني جميل جدا، سواء خشبي أو حجري أو حتى مطاطي شوي. فالمنطقة جميلة وممكن تقضي فيها وقت كتير، خصوصا بالليل. إذا بتكمل شوي على الممشى بتلاقي مثل ألعاب قوى، فبيجوا الشباب يقعدوا بيلعبوا بالليل، يعني جميلة جدا to spend it with the family. يعني وشايفين الغروب لا يقارب، يعني كتير كتير جميل المنظر، لا سيما إذا حاطت فيه حاطين elliptical وحاطين again كتير ألعاب قوى ممكن تشتغل فيها، فتلاقي حالك عم تعمل elliptical والغروب أمامك والشاطئ أمامك. جميل جدا، حتى السباحة هون ممكنة، وفي أماكن تغيير ومخدم الوضع. حنكمل معكم بالبيتشز. مثل ما حكينا لمير هون، البيتش بارك هون. هلأ في مكان جميل جدا اسمه البيتش باركينج سانسيت مول، فدوروا على هاي بيتش باركينج سانسيت مول، بيتش باركينج سانسيت مول، شايفينها؟ فبتصفوا هون وبعدين بتنزل على سانسيت بيتش. هلأ جمال هذا البيتش انه بصراحة فاميلي ستايل اكتر، ما في كتير مطاعم، ما في أعداد، فالأجانب الويسترنرز السياح ما كتير مشتلقين عليه ولا كتير بحبوه. وطبعا في تغيير وفي غسيل وفي كل القصة مخدم، ومثل ما شايفين يعني الغروب جميل جدا بهذا المكان. ميزته لهذا المكان وجود شاطئ صخري قريب جدا عليه، ومثل مشايفين هون، فبصراحة بتلاقي سمك كتير حوالي، فبتلاقي كتير عم تعمل فيشنج، يعني وانت عم تسبح بتلاقي حالك في سمك بين رجليك. التراب ليس مناسب جدا لأنه بناء القلعات، فالأولاد ما كتير انبسطوا فيه، يعني ليبنوا قلاع رملية والقصص. بس بصراحة جميل جدا جدا من ناحية السباحة، من ناحية الجلوس اللي بيحب يقعد بالماي، وما في أمواج كتير هون باعتبار محاوط بشكل صخري. هلأ الأحلى منه بصراحة أنه فهي عندكم أنت بتدخل بعد السانسيت مول وبتحط بالباركينج هون. وحلاوة هذا البيتش أنه في عندك طريق ممهد all the way to the beach، فيعني ممكن تحط كرسيين هون إذا في حدا ما بيتوسخ بالتراب، معك سترولرز، معك كل هالشي، فهذا كتير مميز هون. الأحلى من هيك أنه فينك تمشي all the way لهالمنطقة. هاي المنطقة هي شغلة مميزة جدا، هذا عاملين beach library، فخلينا نورجيكم شو المقصود بهذا الشيء. فعندكم كتب مجانية موجودة هون أنت ممكن تأخذها، وهدول الكبسولات أو المحارات أنت يا لؤلؤة القراءة فينك تجلس فيها وتشوف المنظر إلى الأمام، تقعد تقرأ بهذا المكان. يعني بالفعل قاعدة جميلة جدا ومميزة بصراحة، كانت من أجمل الأماكن اللي جلسنا فيها. حتى لو في disability ما فينك تقعد على الصخور،
ممكن تجيب الويل تشير او السترولر او اي شيء ويكون موجود هون وتغتنم وقتك بالقراءة. ف يعني مثل ما بتشوفوا المنظر جميل جدا، لا سيما وقت الغروب وحتى خلال النهار بأي وقت، يعني كتير كتير مفكرين فيه. فهذا جمال هذا البيتش بشكل عام. ينصح بالتجربة مثل ما قلنا لك فاميلي ستايل، كإذا معك سترولرز، إذا بتحب القراءة هذا الكلام جميل جدا. سانسيت مول بس وراءه. حننتقل معكم للبيتش اللي بعده اللي هو بيتش طويل. خلينا نورجيكم، ممكن تكتب خلينا نورجيكم مثلا لأولا ريستورانت. فهلأ هي محل ما كنا بالسانسيت مول، بعدين في عندكم المكان اللوكجري يخوت وهالقصص. فإذا بتحب تاخد جيتسكي، بتحب تاخد قارب، يعني هون it's affordable not too expensive. فممكن تشوف هي دبي أوفشور سيلينج كلوب. طبعا ممكن ورجيكم هلأ واحدة تانية بعد شوي تحت، بس هي جيدة. هلا إذا بتكتب عندك هذا العنوان LAOLA Beach Restaurant بياخدك لهذا البيتش اللي بعده. هلا هذا أكتر وجهة سياحية تقريبا، وبصراحة أكتر بيتش لقيته مخدم بشكل كتير كبير. طبعا مخدم لأسباب معينة، يعني بوجود السياح، بوجود الأجانب، فبدك تتوقع يعني أكتر مظهر غربي، يعني لا يتناسب كتير مع العادات العربية ولا الإسلامية يعني بشكل عام. فحاولنا يعني رحنا عليه مرة وحاولنا نشتربه مع العائلة، لأنه بصراحة كان يعني كأنك ما خرجت من فلوريدا أو شاطئ ميامي. فهو بيبدأ بهاي النقطة اللي هون لولا بيتش ريستورانت، وبتشوف هون كمان في سولت كايت بيتش مثل اللي شفناه على لامير. وهذا كله عبارة عن ممشى بيبدأ من هون، التمشاية جميلة جداً لا سيما الصباح الباكر قبل ما تعجق المنطقة. وبتشوفوا كله مكمل لتحت، وهون كله ريستورانتس وعادات، والفطور جميل جدا all the way لعند مطعم خيمة الجميرة. هذا البيتش حنحكي عليه بعد شوي. تقريبا هون حتلاقي إذا you are interested in staying على هذا البيتش، في عدة أماكن ممكن تستأجر ب 300 درهم تقريبا، ممكن تستأجر خيمة وقعدة وهالقصص. خلينا نورجيكم لايف يعني. فهذا المكان اللي عم نحكي عليه، وهون التراب جميل والقعدة جميلة مثل ما حكينا يعني. وطبعا إذا معك سترولر كمان فينك تجيبه all the way لهون. هلأ إذا مالك قاعد على المقاعد كله الجلوس مجاني على الأرض، فإذا أخذ معك كرسيك أو أخذ معك المادة تبعك تبع المي ما في أي مشكلة. مثل ما حكينا هذا المكان هو عبارة عن توريستيك اريا، ففي عندك مطاعم مختلفة كلها صغيرة وكارتات، وبدك تلاقي شو ما بدك بيجي عبالك بتلاقي، حتى ألعاب يعني الأولاد ممكن يتاخذوا لهذا المكان اللي هو جنب الأولا ريستورانت اللي حكينا عليه، هي الباركينج. فأنت عندك فينك تصف، باي ذا واي بدنا نحكي على الصف، فينك تصف بالباركينج اللي موجود على البيتشز. طبعا هي أغلى، أو فينك تصف على الشارع. على الشارع حسب ما ذكر كان 3 دراهم بالساعة، بينما هون حوالي 10 دراهم بالساعة. فهذا مناسب أكتر خصوصا إذا معه الواحد غراض بحر والقصص. بس يعني ما كان الصف على الشارع ما له مزعجة أبدا، وقريبة وليست يعني ما في أي مشاكل. فهذا المكان مثلا هو أكوا بارك ليجر، فكان مسكر لما رحنا، بس يعني شكله جميل، ممكن الأطفال يلعبوا عليه، فحطوا on the list يعني أنه تأخذ الأولاد عليه إذا معك أولاد بعمر المدارس الابتدائية أو early الإعدادي. بعتقد يعني ممكن يستمتعوا بهذا المكان. فهي الأكوا بارك، وفي عدة أتراكشنز أخرى يعني بتلاقوا على البيتش كل شوي. فهون المنطقة ما تلكم واسعة، فهون في مثلا في inflatable park for kids، في pickleball court مثل ما شايفين، يعني في عدة activities ممكن تنعمل. وبصراحة هون أكتر شيء مخدم بالنسبة للغسيل، الحمامات. يعني هلأ ما في أماكن كتير لتغيير التياب للأسف، بس كدوش بتلاقي هون جيد جدا يعني. إذا من
كمل مشي على هذا المكان، أو فينك تجي وتصف مباشرة. بصراحة هذا المكان اللي حسيناه أفضل شيء بالنسبة للعائلة والأولاد، كتير حبوه، هو منطقة الخيمة تنت جوميرا. بصراحة هذا بيتش فاضي مميز، ما في كتير حوالي اتراكشنز، لذلك كعائلة يعني more compatible مع الconservative شوي الابروتش باللبس يعني بتحس حالك بدبي مو مثلا European country. فهي المنطقة يعني مميزة جدا، وبصراحة ما فيها كتير attractions، بس يعني للسباحة للأمواج، ما كتير قوية الأمواج لأنه في عندك كاسر بحري هون، بس يعني ممكن تخليها على الأجندة. مطعم خيمة الجميرة طبعا هو مطعم غريب عجيب، بيقدم كل شيء ممكن تتخيله، من الأكل البحري للعربي للهندي، يعني ممكن تشوف المنيو تبعه. وأمام المطعم في خيام، هي كلها خيام مجانية ومقاعد مجانية، يعني فينك تقعد عنده وفينك تقعد على الخيام، وممكن الأولاد يكونوا في البحر. يعني قدرنا نقضي هون أكثر من 12 ساعة، يعني حضور من هون للنيو يير كان لا شك مميز، باعتبار أنك بتشوف برج خليفة. شوفوا هاي مثلا، هو موقع متوسط، برج خليفة عندك هون، وعندك برج العرب هون، فهو أقرب لبرج العرب، فبرج العرب يعني بتشوفه بشكل جيد. بس كل هاي الأماكن يعني لا سيما إذا شوي بتروح أكثر للشمال بتقرب أكثر على برج خليفة، للجنوب بتقرب أكثر على برج العرب، فالألعاب النارية وهالاحتفالات يعني بتصير حوالي هالبرجين. فالتنت مثل ما قلتلكم في حوالي كمان مكان للقوارب، ممكن استئجار القوارب، ممكن استئجار الجيتسكي، ممكن تعملوا الواتر بادلينج، يعني في كتير أشياء ممكن يتم استئجارها من هون. وحاطلكم هن الأرقام، يعني فينا فورا تتصل، الأسعار مناسبة وبيساعدوك بكتير أمور. آخر شاطئ حنحكي عليه حاليا هو، أو في لسه شاطئ، هذا ما زرناه بس اسمه شاطئ صفوح. إذا نكتب صفوح، فهي مثل ما ورجيتكم هون تقريبا كنا عند الخيمة. فإذا بننزل للجنوب وبنقطع في بابليك بيتش هون، ما جربناه يعني، بس شكله جيد. في عندك مدينة الجميرة بنحكي عليها بعد شوي. إذا بتكمل all the way في عندك صفوح بيتش هون، يعني الريفيوز كانت ممتازة انه ما في كتير زحمة. فاذا بتحب الهدوء بيقول لك يعني حاولوا لا تجوا يا جماعة لانه كتير مبسوطين، فاضي المكان. طبعا مثل ما بتلاحظوا في منقذين تقريبا وبروج انقاذ بكل مكان لل الشاطئ. فهذا شاطئ صفوح، وبعدين بتجي عندك جزيرة النخلة، وإذا بتكمل بتوصل للمنطقة الأخيرة اللي بدنا نحكي عليها اللي هي الجي بي آر. طبعا هذا very European style الشاطئ، فعلى حسب إذا عندك اهتمام بهيك شيء يعني هذا المكان. هي الجي بي آر حنحكي عليها بالتمشيات أكثر، بس طبعا هي عبارة عن شاطئ كامل مثل ما بتشوفوا، أعداد بكل الأماكن، ومخدمة بشكل ممتاز جدا، وفيها ألعاب أطفال، وفيها أكوا فان واتر بارك هون بالبحر، ونحكي عليه أكثر بالتمشاية. بس إن جنرال بنهار يعني هي شاطئ كبير، عندك التشيز كيك فاكتوري، هي عبارة عن ريستورانتس وقهاوي، بالليل كلها فاتحة على الـ على الـ على الشاطئ، فالغروب هون، وهي مواجهة لعين دبي اللي كمان حنحكي عليها بعد شوي. طيب حنحكي هلا على أماكن ممكن الواحد يتمشى فيها، ممكن يزورها، التمشيات. فحنبلش من داون دبي. مثل ما حكينا على برواز دبي بالبداية، طبعا هي المنطقة جميلة مع حديقة جميلة، حديقة زعبيل. إذا بنتجه شوي جنوبا مثل ما بتشوفوا، منبلش بداون تاون دبي. فهي داون تاون دبي اللي هي صايرة متمحورة بشكل أساسي حوالين مول دبي اللي هو الأكبر بالعالم، وحوالين برج خليفة والأبراج والأوتيلات اللي حواليهم، ونافورة برج دبي اللي هي المعلم الأساسي بهالمنطقة. هلأ برا في عندكم البوليفارد اللي هو كمان كله مطاعم وتمشيات، ويعني هاي المنطقة طبعا بتتاخد عدة أيام الواحد ممكن يجي ويروح عليها. ف
فإذا بتشوفوا المنطقة بشكل أساسي، خلينا نحط لكم إياها أول شيء بهاي الخريطة، مثل ما تشوفوا هاي داون تاون دبي. أنت إذا بدك تروح لها المنطقة الطبيعي، والأفضل واحد يكتب مثلا مول دبي، بيجي على الجراند بارك ماركينج أو السينما باركينج، وبيقرب ببارك بمول دبي، وبعدين بيمشي من مول دبي وبيطلع لنافورة برج خليفة دبي، اللي هو فعليا الاتراكشنز الأساسي، لأنه بيعملوا تقريبا كل ساعة عرض كامل، أو حتى يمكن أقل من ساعة يعني، بس في عرض كامل بنهار حلو، بالليل أحلى، في أضوية، وطبعا بيحطوا لغنية وتبلش المي ترقص عليها، وكتير زحمة بهالمكان حوالين البحر. بس إن جنرال المول هو مول عملاق جدا بصراحة يعني، وعبارة عن ثلاث طوابق وإذا مو أكتر، لأنه في جراند ولور جراند، فبدك أيام لتخلصه فعليا، وما ممكن تتخيل شيء بالعالم شوبينج إلا وتلاقي فيه. والطابق الأخير منه هو موصلي مطاعم، الطابق الجراوند كمان موصلي مطاعم، ممكن تخيلوا فيه البيك، هاي السلسلة السعودية الشهيرة اللي كل العالم تحكي عليها، وبتلاقي الطابير بصراحة وقفنا بالطابور وأكلنا يا محلى تشيك فل اي هون يعني، أطيب كتير، ما كتير يعني، كتير قريب لماكدونالدز تشيكن، وحتى في ناس كانوا جايين من السعودية جربوه ما حسوا كان جيد. فإن جنرال دبي مول هو عبارة في حلبة تزلج، في منطقة كاملة بتقلب في اسمها سوق، بتحس حالك برا. في عندك بدبي مول كمان أكواريوم كبير يعني بتشوفه من برا، هو مثل وول كامل في شاركس، وفي يعني أنواع عديدة من السمك، هلا فينك تفوت تحته أو خلاله كنفق، وطبعا هي في دور طويل عليها ومدفوع مو مجاني، بس من برا هو كله مجاني مشاهدته، وفيه اتراكشنز وفيه العاب وفيه القصص. فيعني مول جميل جدا، لا سيما اذا الجو في الخارج كان حار ولا مطر ولا هالقصص، وحتى فوق بالطابق الثالث يعني في لما تروح على الاكل او كذا، مثل ما بتشوف هون مثلا جنب البيك في طلع قاعده برا على الروف توب، يعني ما في مناظر يعني، بس it's nice. هلا المطاعم اللي باللور جراوند، وفي المطاعم اللي شويه مور فاينر دايننج، طبعا في فيو مباشر على الفاونتن يعني، حتى باللور جراوند في عندك الكي اف سي، الفايف جايز، هي المطاعم الشهيره اللي بتعرفوها، كلها اخذه واجهات على بحيره خليفه. فخلينا نورجيكم مثلا المنظر اللي ممكن تتخيله، وفينك تاخذ عبارة صغيرة في دور عليها بتتمشى بين النخلات. فمثل ما شايفين يعني، هو هي اذا بتطلع من اذا بتطلع من المول، فعندكم هي النافورة، هي موصلي تمشي ما فيها كثير عدد. هلا انت واقف في هذا المكان، لما طلعت من المول فينك تمشي حوالينه لتروح للطرف الثاني اللي هو سوق البحار وسوق زعبيل، هلا بنورجيكم اياهم. فانت مثل ما قلنا طلعت من المول، من هون من اللور جراوند فينك تمشي all the way، هذا برج خليفة. برج خليفة جميل جدا لا سيما بالليل، ولا شك الوقفة قدامه بتشارك يعني بسبحان الله يعني، علم الإنسان ما لم يعلم، ومنظر جميل جدا. بيعملوا عليه ألعاب ضوئية every now and then، ما حسيت في شيء يعني كان خارج عن نطاق المألوف. وبتقدر تمشي حواليه. هلا بهاي المنطقة حديقة البرج أحيانا بيصير اتراكشنز، كان صاير مور يعني فيستيفال فيها وألعاب وهالقصص، بعدين شفناها مرة تانية كانت فاضية ما فيها شيء. وهي طبعا بتنفذك بتطلع على الشارع لبرا يعني، فإذا بدك تلف للطرف الثاني في عندك هاي المنطقة اللي هي سوق البحار. هلا ممكن تجي من الطرف الثاني وفي هون باركينج لسوق البحار. فسوق البحار مثل ما شفتوا من يعني هو عبارة عن مطاعم كلها مطلة على النافورة وعلى برج دبي يعني. هي مثال مثلا مطعم عبد الوهاب، وكله outdoor أو indoor seating يعني، على حسب شلون بدك تكون. فهي المول مثل ما شايفين، وهي العالم قاعدة برا يعني. في عندكم هون واحد مميز اسمه إيوان، فبتشوفوا القاعدة عليه جميلة جدا. وأكل من كل الأشكال والألوان.
وهون عندكم قريب من هالمنطقة طبعا كل المطاعم الشهيرة، حتى في عندكم الصمد العراقي. هاي هو، وحكينا عن مطعم عبد الوهاب، وفي يعني مطاعم عديدة هون، الفنار، يعني هذا الفيو، الفيو جميل لنوافير دبي. فهي مثال، يعني مع الهوايات والموسيقى تلاقي بالفاشور مختلف. هلا هون ممكن اول سؤال ينسأل يعني وين ممكن نقعد. هلا الفنادق كلها اللي حوالينا جميله جدا، منطقه برج دبي، ففي عندك فيدا تاون داون. هلا الاجمل حيكون واكيد طبعا حيكون غالي، هو 5 ستارز هوتيل، هو العنوان واللي هو مطل مباشره على النافوره ومطل على برج دبي ومول دبي. بس لا شك it's worth it إذا الواحد يعني interested بهاي الأمور. فالعنوان هو الـ هو الأوتيل الأساسي المطل على هاي المنطقة. عندكم البوليفارد هون برا، في بقى مطعم سرجون، مطعم أم شريف المشهور، يعني في عدة مطاعم جوات المول، بتلاقي حتى مطعم بوراك أو برجر بوراك جوا، في بيروت خانم، مطعم أم شريف، فعدة مطاعم وتم شاي في الخارج، وهي الحلاب باب البحار. فهذا الحلاب هو مطعم شهير جدا لبناني في دبي، وعنده عدة فروع، بتلاقيه بمول الإمارات، بتلاقيه بعدة أماكن، بس هذا الأساسي هون إنه الحلاب يعني بيركز كمان على الأكلات البحرية، فهو هذا القريب من مول دبي وداون تاون. فهي تقريبا اوفر فيو لداون تاون دبي. هلا اذا بتروح للغرب منا باتجاه الغرب بنلاقي شغله اسمها السيتي ووك. خلينا نحط لكم السيتي ووك. فالسيتي ووك هي عباره عن بلوك كامل، هو تقريبا كمان شايفين هي برج دبي، وهون حكينا بالجوميرا بيتش، وهون بالنص في عندك السيتي ووك اللي هي بلوك كامل تقريبا مول وتمشايات حنورجيكم يعني شيء جميل جدا. هو اندور مول، وفي كمان مطعم ام شريف اللي بيحب يتخورف شوي. Luxury Fine Dining، ومثل ما تشوفوا ماركات وتمشاية. هلا هو اندور وفي اوتدور كمان. لهم في فندق مشهور وقعدته حلوة، يعني اللي بحب يقعد بهالمنطقة، وطبعا مالك عند برج خليفة بس على نفس المستوى او قريب عليه. ليفيل كمان 5 ستارز هوتيل، بس اسعاره اذا ما كنت بس بالهاي سيزن كمان ريلاتيفلي مقبولة. فهذا السيتي واك، هلا قريب منه للسيتي واك بنحكي عليه اسمه ذا جرين بلانيت. خلينا نجيب سيرته من هلا. الجرين بلانيت هو مثل ما شايفين برج في كائنات حيه، نيتشر وهالقصص، و يعني جايبين لك كل انواع الببغاءات وال يعني الحياه البريه اللي ممكن ما تشوفها انت بالاساس بدبي، وعاملينها ريكرييتد يعني بنص دبي. شيء جميل جدا، في احلى من الطبيعه. هلا حنكمل معاكم باعتبار عم نحكي على المولات، في على نفس الليفل تقريبا، كلهم هذول على نفس الليفل، في برج خليفه مثل ما حكينا والداون تاون، وهون السيتي ووك. في عندكم الميركاتو مول، هو مول صغير ماله كبير بس تصميمه جميل، فاذا زاد معكم وقت لا شك انه زيارته هو يعني واحده من المولات اللي شوي بتلاقي فيها يعني اختلاف عن بقيه المولات. هلا حننزل شوي على الجنوب وتشوفوا بالطريق في حديقة الوصل. حديقة الوصل أو عفوا خلينا حديقة الوصل عندكم حديقة الصفا عفوا، هي حديقة جميلة جدا طبعا من أيام زمان،
كنا نروح على حديقة الصفا، وهي يعني مثل ما حقول السنترال بارك، بس هي الحديقة اللي بداون تاون دبي. فيها تمشيات جميلة مثل ما شايفين على النهر، وفيها ألعاب أطفال. يعني هي relatively the green space، إذا بتحب الجرين أكثر من وجودك على الرمل، أو حتى بالإضافة لوجودك على الرمل، فلا سيما حديقة الصفا هي مكان جميل. في حديقة الصفا وحديقة الممزر. إذا منكمل داون شوي بتلاقي بلشنا نوصل للسوق. خلينا نبلش من الشاطئ. هذا مكان أنا ما رحت عليه، بس يعني كان really high on the list، اسمه سوق مدينة الجميرة. فهذا تماما على مستوى مول الإمارات. فنحن حكينا فوق، خلينا نحكي مستوى فوق مول دبي، هلا هو مستوى مول الإمارات. فسوق مدينة الجميرة يعني سوق جميل جدا، وطبعا كله ريستورانتس، ومساوى هو حوالينه عدة فنادق جميلة، يعني طبعا 4 و 5 stars. فعاملين مثل سوق من ناس اسمه سوق مدينة الجميرة، ومثل ما شايفين يعني الانتيكات، شغلات غريبة عجيبة بتلاقي فيه، وجميل المي عم تمشي من تحتك، وعادات على المي يعني مساوى بعناية، ومبني ومطرز بجمال العربي القديم، أو الطراز العربي الحديث خلينا نقول. وبتشوفوا حواليه طبعا قصر الجميرة، مدينة الجميرة مول، الأوتيلات. فهي أماكن للي بيحب يعني يكون قريب على الشاطئ، وبنفس الوقت بهذا الطراز من الفنادق، فلا شيء لا سيما انه هذا المكان جيد جدا. جميرة، ميناء السلام، عدة اوتيلات موجودة طبعا، ومطاعم عديدة جدا سواء ضمن الاوتيلات او برات الاوتيلات. ومثل ما بتشوفوا يعني it's a little bit higher style، اذا الواحد يعني بصراحة كمان ناوي يتخرف شوي بس ينبسط. هلأ إذا بتروح شوي على الشرق من هذا المكان، فعندك مول الإمارات. مول الإمارات هو مول جميل جدا، كمان كبير، يعني يعتبر هو أصغر مول دبي، بس لا شك أنه مول عملاق. قضينا في وقت منيح في كارفور كبير، وما أدراك ما كارفور، يعني الشوبينج فيه لحاله متعة. عندك المميز بمول الإمارات هو سكي دبي، الماجيك بلانيت، ومجموعة من المطاعم، لا سيما تشيز كيك فاكتوري للي بيحبوا يتموا محافظين على الوضع الأمريكي. بس المطاعم المشهورة العربية كمان، الحلاب هون بالطابق الثاني، بتلاقي الحلاب، بتلاقي كرم بيروت، بتلاقي البرجر، البرجر مطعم فرنسي برجر، وبتلاقي البوتشر. فكل هاي أماكن بصراحة مطاعم طيبة ظريفة، القعدة فيها جميلة جدا. الماجيك بلانت ممتاز للأطفال، في يعني لكل الأعمار بصراحة، لا سيما مكان النطاطات والبامبر كارز وهالقصص، يعني انبسطوا فيه الاولاد. طبعا ريليتيفلي اتس يعني هذا مدفوع، غير اماكن الاطفال اللي برا بالحدائق مجانيه، بينما هم مدفوع. هي سكي دبي ما دخلنا عليها باعتبار هربانين من الثلج، بس لا شك انه كانت معجوقه، وفي كثير الى رغبه، يعني فيها توبينج، فيها سكيينج، فيها بطريق، فيها حيوانات. ف يعني هي اتراكشن مشهوره جدا تستحق الزياره. هلا قريب من برج دبي منطقه اسمها البرشه، وهون نحن قعدنا بصراحه قريب على برج دبي، على مول دبي، مول الامارات، قريب من مول الامارات منطقه البرشه. فمثل ما شايفين هون البرشة واحد مثلا، اللي هي تقريبا منطقة مركزية، يعني قريبة على مول الإمارات، على مدينة الجميرة، تقريبا 15-20 minutes بتكون بالداونتاون دبي. هدول البيتشز بعاد على حسب أنه بيتش بتروح، من الشمال للجنوب، يعني بين 10 to 20 minutes. وتعتبر شوي شمال مارينا دبي والجميرة بيتش، وموقع مركزي كمان بالنسبة للدبي ميراكل جاردنز، ولا مثل ما قلنا لكم في عنا هون القرية العالمية والأكسبو. فيعني لقينا البرشة مكان مناسب. هلأ الجميل بالبرشة بصراحة في عدة فنادق، يعني من الخمس نجوم، اللي هو يعني بصراحة شوفوا هذا السعر، مثلا إذا بتنزل بأبريل $76، إذا بتنزل بالوقت اللي نزلنا فيه هو عبارة عن $300-$400. هذا الخوري مثلا هو أوتيل يعني جيد،
اوض واسعه، شايفين $59 او $49 حتى ممكن تاخده. يعني نحن اخذنا بحوالي اكثر من $200 بالليل بوقت معين يعني من السنه. هلا يعني شوي اقل ليفل، ماله بمستوى الجراند كازموبوليتان ولا الجود ريلي جود ريستورانتس، فاذا عفوا اوتيلات. فاذا بصراحه ملك نازل بالبيك سيزون يعني اي وودنت، ممكن ندور على شيء اضبط من هيك. بس ان جنرال حالاته المنطقه فيها مسجد، فيها معظم المطاعم الشهيره جدا في الشارقه، فتحوا فروع في دبي، فتحوها بهي المنطقه. فاذا انت interested بالمطاعم، this is the place to visit على الأقل، أو to sit إذا بدك توصل لكل مكان. المطاعم المميزة هون مثلا، خلينا نحكي عن المطاعم باعتبار إجت سيرتهم، روابي الشام، هذا مطعم جيد جدا، مشكلته ماله كتير كبير من جوا، فعاملين أعداد برا، بس يعني الطعم الأصيل بصراحة، الفتوش، التبولة، المشاوي، الشاورما عنده كله طيب، حتى ما صحنا ناكل مناقيش، بس على الأقل شكله مميز. فمطعم جيد جدا على مستوى عالي، اللحمة بالصينية، اللحمة بالطحينة، كله طيب. هلا هذا مشهور جدا، شاورما اللفاح. شاورما اللفاح هو واحد من اشهر فروع الشاورما بالامارات، حتلاقي بالشارع عدة فروع، بدبي عدة فروع. هو مطعم لبناني شاورما يعني تعتبر جيدة جدا، هو قالوا لنا انه اطيب واحد بدبي، يعني ما حسينا خرافي، بس وعلى حسب السيخ وامتى رايح واي وقت. طبعا المطاعم هنيك فاتحة للساعة 2 الصبح، معظم المطاعم فاتحة للساعة 2 الصبح. إذا بتكمل على هذا الشارع نفسه بتلاقي تحت إن المطاعم مميزة جدا بصراحة، من أظرف المطاعم اللي ممكن تأكل عندها بدبي، اسمه مطعم المشاوي الحلبية، واللي هو الشاورما عنده ممتازة جدا، المشاوي كل شيء ممتاز، أحسن شيء عنده القعدة، والناس اللي بتشتغل جوا طيبين جدا ومحترمين، ويعني الحلو الحلبي على أصوله. ف يعني لا شك هذا زرنا عدة مرات المطعم، يعني لا يمل. هلأ إذا بتكمل كمان بنفس الشارع، إذا بتشوفهم مثلا في مطعم الطربوش السوري، كمان هذا مطعم شهير جدا بالشارقة، وفاتح فرعه بدبي بهذا الشارع نفسه. فمناقيش وفطور وغدا وعشاء. في عندكم مطعم قصر الشام كمان، يعني كمان ما صح انه والله نزوره، بس عدت ريفيوز بتحكي قديش يعني اكل اصلي وبالفعل يعني مميز. هلا مونت بلادنا، هذا لازم نعمل له ذكر خاص، مونت بلادنا باعتبار هو اذا حدا حابب يجيب معه اغراض وهو مسافر، في هون محل جنب الطربوش اسمه مونت بلادنا. فهذا المحل بتلاقي فيه كل شيء بدك اياه من سوريا، مثلا اذا انترستد باغراض من سوريا، ف يعني بتلاقي عنده الناتس، بتلاقي عنده دبس الرمان، بتلاقي عنده كل انواع الجبنه المشلله العاديه، البيضه، حتى الطحينه اللي مساوين على ايدهم، مميز جدا. شو ما بدك شيبس الديربي، اي شغلات موجوده بنفسك من ايام البلاد يعني، او حاليا من مصانع تركيه كمان بتلاقيها موجوده. فلا شك بده ذكر. اخر مطعم حاذكركم اياه بهالمنطقه هو بابا غنوج. بابا غنوج هو مميز جدا جدا ومشهور، وطبعا فاتح عده فروع، الفطور فيه لا سيما الفول، الفته الصباحيه، الفلافل، مميز جدا، الفتة تسقية بالسمنة. هو ماله كتير كبير كمطعم، بس كل العالم حكوا يعني على فطور تبعه، وجربنا الفتة بصراحة ما أكلنا مثل يعني عند غيره، لا عند سلورا ولا عند حدا تاني، يعني الفتة لبابا غنوش كانت. فإذا بتكمل على الشارع هذا الشارع نفسه اللي عم نحكي عليه، يعني هو صاير مثل يو كبيرة، إذا بتكمل عليه ممكن تلاقي هون حلويات نبيل نفيسة كمان، طبعا عنده عدة فروع، فرع بالشارقة وهي فرع دبي، وطبعا نبيل نفيسة غني عن التعريف، المدلوقة عنده، الحلويات جيدة جدا. طبعا حنذكر باعتبار ذكرنا الحلو اللي عند نبيل نفيسة، لازم لا شك نذكر المكان الأشهر للحلو اللي هو سلطان سويتس، خلينا نكتب سلطان سويتس،
ونطلع على سلطان سويتس اللي هو اذا بتشوفوه يعني على الجميرة تقريبا. صاير في عدة فروع للسلطان سويتس ونحن هون اذا بتتذكروا كنا عم نحكي على مول دبي، عفوا على مول الامارات. فالسلطان سويتس هذا هو لا يقاوم، البوظة العربي، المدلوقة، القشطة، شو ما بدك بتلاقي عنده. طبعا ممكن تاخذ هدول الثياب وتاخذ لك صورة كسلطان، بس يعني كله وادعوا لي. فالحلو العربي مميز جدا لا شك. وكمان بتروح لعنده الساعة 12 بالليل يعني فاتح. قريب على السلطان في مطعم شاورما الامبراطور. فشاورما الامبراطور هو يعني يعتبر حاليا من اشهر الشاورما الموجودة بدبي، وهو كمان صاير على هذا شارع الجميرة اللي قريب على الشواطئ. فعندك مثل ما حكينا السلطان وهذا شاورما الامبراطور، ويعني ممكن تشوفوا الصور اللي عنده يعني هذا شاورما الامبراطور. فاذا حدا حابب يجرب شاورما الامبراطور سواء لحم او دجاج بالخبز المشروح يعني كمان مميز جدا. قريب على هالمناطق في عندكم اذا حدا بيحب المناقيش في واحد اسمه ماما ايش، وماما ايش عنده عدة فروع. فهذا مثلا ماما ايش فرع المنارة، في عدة فروع لماما ايش، وهو مو يور تيبيكال ماما ايش مثل ما تشوفوا بالصور هون، يعني شوي مغيرة، بس لا شك الكل اجمع انه يعني انه ماما ايش طيبة. ماما ايش عدة فروع، وطبعا في كتير يعني اذا بتدوروا يعني في كتير اماكن اخرى لبيع الماما ايش يعني، بس هذا واحد تم ذكره عدة مرات. هلا اذا بتطلع شوي على بر دبي والديرة هون في عدة مطاعم مشهورة جدا، يعني في عندكم البيت الدمشقي، في عندكم مطعم عروس دمشق هو مشهور جدا، يعني هو مور a little bit lower level يعني ارخص شوي من بقية المطاعم، وبتشوفوا الاعداد برا، وطبعا عنده فروع كثيرة ومشهور يعني كمطعم. إذا بدكم تروحوا أكثر على فاين دايننج فمثل ما حكينا في الحلاب، في الصفدي، والصفدي وفي المشوار لازم أورجيكم هذا المشوار. فالمشوار هو مطعم لبناني بس بصراحة قعدته جميلة جدا جدا، يعني مثل ما شايفين هون هو مثل قلعة صاير، والاكل فيه ولا اطيب بصراحه من اطيب الاماكن اللي اكلناها. طبعا البرايسز اعلى، في اماكن للعب الاولاد يعني ممكن تحط اولادك يلعبوا، هو بنايه كامله صاير يعني بارك تحت وبتطلع، هو صاير على شارع الشيخ زايد. هلا شارع الشيخ زايد هذا الشارع مهم جدا جدا الله يرحمه. فهذا الشارع هو عباره عن تول ستريت بس هو مثل اوتستراد طالع من الشارقه بمر بدبي وبكمل اول ذا واي مثل ما شايفين لابو ظبي. ف شارع الشيخ زايد هو تول بس هو بيوصلك وين ما رحت، يعني can get you to anywhere in Dubai يعني 15 minutes تقريبا، فعلى حسب من وين نبلش. ففي معظم كتير مطاعم موجودة عليه، هذا مثلا مطعم روابينا، ولا شك انه مطاعم مميزة جدا. في عندكم مطعم الصفدي، مطاعم كتير كتير عليه طبعا اللي بيحب يجرب، بس من اللي بيجرب مثل ما قلنا المشوار. هلا إذا بدنا نكمل بالمطاعم طبعا لا شك مطعم سلورة، هلا المطعم كان مسكر بس عاملين الشاورما تبعه طيبة، المناقيش، في مطعم شاميات في الأعلى، مطعم أيام الخير اللي بتشفتوا الشيف عمر من جديد حاطت أيام الخير حاطت الريفيوز عليه. ففي عدة مطاعم يعني ممكن تكون، وهي الديرة وبر دبي قريبة شوي على المطار كمان بحيث إذا كنتوا قراب. وين ممكن لكم مطاعم كمان؟ هلا النخلة هي كمان ممكن باعتبار وصلنا لها، إذا بتطلع على The Point بالنخلة فأنت هي منطقة للتمشاية هون مثل يعني Walking Out Mall، وفي عليها مطاعم كتير. فمثلا الصفدي فاتح مطعم عليها كمان، يعني هذا more finer dining
وقعدة حلوة ومناظر وهالقصص يعني. فهون الغروب جميل جدا بيكون، وقدامكم قلعة أتلانتس مثل ما شايفين، وقلعة أتلانتس فيها العديد من الاكتيفيتيز اللي ممكن تصير. فأنت هذا أوتيل، وفي واتر بارك عملاقة، وفي أكواريوم عملاق، وفي كتير اكتيفيتيز ممكن تنعمل فيه، خليج الدلافين. وهو بصراحة يعني اللي الشيء الأكبر اللي بنعمل على النخلة، إذا كنتوا انترستد أنه تنزلوا فيه أو حتى تزوروا زيارة. إذا منكمل بعد النخلة مثل ما بتشوفوا في هاي المنطقة الأخيرة اللي حنحكي عليها قبل ما ننتقل للأتراكشنز بدبي، هي منطقة المارينا اللي هي منطقة صايرة واكن، هي كلها بنايات سكنية يعني، مور كتير منا أجانب اللي ساكنين، فيعني مثل ما قلنا يوروبيان ستايل لما تحكي على الشاطئ والقعدات على الشاطئ. بس هي المنطقة يعني للتمشاية جميلة جدا، حتى الباركينج فيها يعني خصوصا راح الواحد بالليل او على الغروب ممكن، بس يفضل بالليل مثلا. الاضوية جميلة جدا، يعني كأنك هون ما بتحس حالك بمدينة بالميدل ايست، يعني هي عبارة عن مول مدينة، يعني هذا قسم اقرب للاوروبي يعني. طبعا بتلاقي من كل الاشكال والانواع والانوان. المارينا هي في المارينا مول، وبعدين بتلاقي برا هو التمشاية على المارينا اتسلف، فهذا يعني للي بيحب يتمشى اوتسايد في طريق كامل للتمشاية. هلا الاتراكشنز، اذا بدنا نحكي على الاتراكشنز، في عندكم هون عين دبي اللي هي عبارة عن الليبل السعيدة، فإذا حدا بيحب المرتفعات this is the place to be on. وطبعا عاملين حواليها شوية شوبينج وتمشايات وهالقصص، فهي انت فعليا عم تشوفها من الجوميرا بيتش. وما حكينا يمكن على الجوميرا بيتش حتى، رغم كل شيء في ألعاب للأطفال جميلة على الرمل، وكتير مبسطوا الأولاد يعني، وفي عدة شغلات نطاطات، في دائما للأطفال نشاطات سواء مدفوعة أو مجانية على حسب البريفرنس. وبيعملوا هون عروض بالدرونز من أجمل ما يكون يعني، عملوا عرض كامل يعني أحلى من الألعاب النارية بمراحل يعني، يعني مئات الدرونز سوا بيعملوا لك عرض. فهي منطقة المارينا، نشوف شو ممكن نحكي لكم كمان. هلأ عندكم على النخلة مثل ما شايفين في مول النخلة، وفي عندكم السعفات اللي هي مول يعني، هي أسعارهم شوي سياحية، $2000 بالليلة. ففي عندكم عدة يعني فنادق، وكل واحد ستايل، مثلا هذا ستايل أندلسي أو عثماني، وفي ستايل العربي، وفي الستايل الأجنبي على حسب. هلأ النخلة نفسها في الكوكو باي مثلا، هذا في عندها شواطئ يعني، هي النخلة عملوها زادت الكوست تبع دبي الكاست لاين يعني really well. فعندكم شواطئ جميلة هون، والفطور والغداء، الكوكو كي يعني الكوكو باي ما زرنا يعني، بس حسب الريفيوز والصور يعني قد يستحق الزيارة. هلأ الاتراكشنز شو ممكن تفكر، مثلا اللي بده يشوف مرتفعات، في برج خليفة ممكن تطلع على الطاب، في عن نخلة عندك شغلة اسمها The View at the Palm، كمان ممكن تشوف النخلة من فوق، فاللي بيحب يطلع ويشوف منظر بيرد فيو يعني، هي اوت دور، هي موستلي اندور. فعفوا هون برج دبي او برج خليفه اللي موجود عند مول دبي، فهدول الاثنين مرتفعات ممكن نشوف لحد من فوق بالاضافه لعين دبي. الاتراكشنز الثانيه اللي ممكن نحكي عليها هي الميراكل جاردنز. خلينا نورجيكم الميراكل جاردنز. الميراكل جاردنز جميلة جدا، هي بشرق دبي، ويعني مكان بصراحة نحن رحنا كتير أماكن بأمريكا للورود وحدائق الزهور بكل مدينة منزورها تقريبا، بس لا شك هي عبارة عن فيل آخر مختلف يعني، ما بتشوف هيك شيء تقريبا. وقريب عليها في عندك حكينا عن الجرين بيلدينج تبع الحيوانات البرية، وفي كمان للتمشاية في عندكم جنب الميراكل جاردن في عندكم دبي باترفلاي جاردن، هي مكان للفراشات كمان جميل جدا والحياة البرية.
وهون حوالين الميركل جاردن كمان كلنا عم تنبنى المنطقة وفيها أماكن تمشي كتير. هلا في على الطريق أو جنب الميركل جاردن في الجلوبال القرية العالمية، هي بصراحة من أحلى الأمور اللي لازم تنعمل بدبي. هلا دخول عليها بفلوس، ومتى ما صرتوا جوا يعني في اتراكشنز عديدة، هي موستلي شوبينج وأكل، وكل دولة إلى برج، وكل برج مساوى بطريقة مثل ما شايفين. فالقرية العالمية يعني عملاقة، ممكن تقضي فيها 4-5-6 ساعات وتتغدى وتتعشى وتفطر فيها، ولسه ما خلصت شيء، وبيعملوا فيها عروض. وهون مطعم مميز جدا هو شاورما الموصلي، لا شك من أطيب ما يكون، يعني يمكن أكثر شيء شاورما لحم أو بروستد كان يعني بالبلاد، بذكر بالبلاد تماما. وطبعا لا سيما يعني لا شك انه لازم تحاول تجرب من كل شيء، الكباب التركي ولا الكباب البوسني ولا المطاعم الاخرى، يعني فلافل انس موجود هون، يعني في عده اماكن ممكن تجربها، تمشي تجرب وتمشي، يعني حاول ما تاخذ من مكان واحد بس. هلا جنب القريه العالميه كمان في هذا الاي ام جي وورلد، اذا شوي الاولاد اكبر بالعمر من الشغلات البيزك اللي شفتوها، كمان اي ام جي وورلد هو عبارة عن مكان اتراكشنز، وعنده يعني شوية سوبر هيروز والكارتون نتورك وهالقصص. هلا قريب عليهم للتنتين في مكان اسمه ذا فارم، فهو مور ناتشرال ستاف للاكل، ويقال كرفيوز يعني مميز جدا، ما صح لنا نروح عليه، بس يعني هذا كان من الشغلات اللي ممكن تنعمل بدبي، The Farm البراري. فيعني هاي المنطقة فيها كتير attractions لحالة، بدها كم يوم لتخلصها. فحديقة دبي Garden Glow، وهي Garden Glow يعني أضوية بالليل، وشي قريب على اللي حكينا عليها تبع حديقة الزهور، بس هون أكتر على المجسمات والإضاءة. وقريب عليها الديناصور بارك والزو، تقريبا كلهم بنفس المكان، وهذا كله بتشوفوه بشمال دبي تقريبا الجديدة فوق الداون تاون، بتشوفوا كتير طريقهم من شارع الشيخ زايد إذا بتروحوا على الشارع أو إذا بتروحوا على دبي القديمة. طبعا في عدة أماكن للأطفال ممكن الأطفال يجربوها. هذا مكان اسمه أولي أولي، دبي فيرست إكسبرمنتال بلاي ميوزيوم، يعني تغيير شكل كمان للأطفال. هلا بدبي القديمة حكينا في مطعم عروس دمشق، حكينا في يعني عدة أماكن تسوق، في خور دبي الموجود هون. هلا المهم والمشهور يعني هو طبعا سوق دبي للذهب، فاللي جاء باله يشوف الذهب على أصوله، فهي سوق دبي للذهب، وسوق راشد قريب منه طبعا، اللي هو بتلاقوا فيه شغلات كتير يعني أوثنتيك و أوريجينال وأنتيكس وشغلات يعني أرخص عادة من المول. ففي سوق نايف، سوق راشد، كلهم تقريبا بنفس المنطقة، يعني هي كلها ضمن دبي القديمة. يعني غير ستايل الشوبينج بالمول. هذا الشيء كمان موجود تقريبا نفسه بالشارقة، بسوق اسمه سوق ال قريب على جامع الملك فيصل، السوق المركزي. منغير ومنروح على الاتراكشن الأساسية اللي حاليا بدبي، الاكسبو اللي تحاولوا تلحقوه. يعني هل ضروري نروح على الاكسبو؟ فيني لكم بكل بساطه انه absolutely not. هل حلوه نروح عليه؟ يعني شيء جديد، عملاق المكان، فانت you have to park، you park a little bit far. في عندك عده باركس لما تروح، يعني او parking places، في مكان الاستدامه، مكان العالم الجديد، مكان ف
فبتلاقي الباركينج اللي بدك اياه، بعدين بتاخذ الباص والباص بيوصلك على المدخل، وفي عده بوابات، فعلى حسب انت وين صفيت، يعني سواء بالسستينابيلتي ولا بتلاقي باص ياخذك وبيوصلك للمدخل الاساسي. ومتى ما وصلت يعني في مشي كتير، فاذا معك اولدر بيبل حتكون صعبه. الأجنحة بشكل عام هي أجمل من برا، يعني مثل ما شايفين هذا الجناح، بعتقد هذا كان البريطاني وعليه الكلمات AI عم يركبون. هي المدخل اللي هو عبارة عن أقفاص حديد بتقدر تدخل فيه. الأجنحة جميلة جدا من الخارج، هي الدوم اللي بالنص اللي هي عبارة بيعملوا عليها عروض. في إذا بتروح المساء في أدوار انتظار، هذا الروسي مثلا، في أدوار انتظار يعني بدك تستنى كتير، بعدين فوت لجوا بتلاقي بصراحة ما كتير، في شوي عن تاريخ الدولة، عن الإنجازات، عن الأمور، عن هذا بعتقد كان السعودي. فمن برا جميلين جدا، من جوا إذا كان فاضي الدور فالدخول بعتقد ممتع، إذا الدور طويل فأنت عندك يعني أكثر من عشرات ومئات البيلدينجز لتدخل. فأنت شوف قرر شو البيلدينجز اللي بدك تروح عليها. هلا فينك تستأجر عرباية برا أو سيارة توصلك من واحد لآخر، بس هو تمشي في الخارج سواء بالنهار أو بالليل يعني كمان جميلة. فأنت فعليا ممكن تشوف بصراحة جوات البيلدينجز على اليوتيوب إذا كتير حابب. هلا في الأساسيين اللي جميلين، هو تبع باكستان، تبع اليابان، تبع روسيا، تبع الإمارات العربية المتحدة، تبع السعودية، القسم الأمريكي، الصيني سمعنا جيد بس ما دخلنا، المصري سمعنا جيد بس ما دخلنا. فهدول الأساسيين يعني اللي ممكن تدخلون. فسمعنا اللي راحوا بالنهار أو بكير شوي لقوا كله فاضي، يعني في بإمكانك تدخل وتطلع. هلا هو عدة أيام ممكن تخلصوا يعني إذا حابب هذا الشيء، بس إذا واحد جاي سياحة قصيرة بعتقد بدبي في شغلات more condensed to concentrated أكتر. يعني هذا مشينا كتير لحتى وصلنا لهذا الشلال، شلال جميل يعني، بس you can see it somewhere else يعني. كمان فالإكسبو رحلة جميلة، بدك تحجز تيكتس احجزها اونلاين وكون خالص، يعني الاولاد مجانا بس استل بدك تحجز لهم تيكتس. والمنطقه اذروايز ما فيها كثير شغلات، يعني فيها شويه مطاعم وكذا حواليها، بس هو نفسه الاكسبو فيه ريستورانتس تو. طيب اذا بدنا نتحرك من الاكسبو للمنطقه اللي هي الاتراكشنز الاساسيه تبع دبي، اذا بتحبوا الثريلر رايدز والواتر باركس والقصص، في خلينا نحكي لكم اول على مثلا دبي باركس اسمها. فهي دبي باركس، في عندك مثلا، فهن اللي موجودين مثل ما شايفين هن بجنوب دبي، هي جبل علي، مثل ما قلنا المارينا هي تقريبا اخر شيء بالمدينه، بعدين اذا بتطلع برات المدينه بطريقك لابو ظبي تقريبا، فهي ابو ظبي بالجنوب، فهي اقرب على دبي طبعا، هن الحدائق الاساسيه. فهي دبي باركس اند ريزورتس، فالحدائق الاساسيه الثلاثه هن البوليوود، فهي صايره هي البوليوود بارك على الطراز الهندي، وفيها الافلام الهنديه الاساسيه والسوبر اكشن، السوبر هيرو اكشن، هدول السوبر ستارز تبعاتهم، وعاملين يعني حديقه يقال انها جيده جدا، يعني ما صح ان نروح عليهم كلهم باعتبار was a busy crowded time of the year. ففي عندك الموشن جيت دبي، الموشن جيت هي اللي بتعرفوا الافلام الشهيره تبع دريم وركس والباندا وهاو تو ترين يور دراجون وهالقصص، ففيها كثير من ال attractions كمان الموجودة هون. كمان هي لحالة بارك، يعني بدك هالقدر لتخلصها. وهي لاينز جيت دبي كمان، يعني مثل ما شايفين يعني ثريلر باركس لحالة، هي بدها يمكن أسبوع زيارة المنطقة. فالليجولاند، الليجولاند في عندك الليجولاند الأصلية الليجولاند دبي، وفي عندك الليجولاند ووتر بارك كمان، فهن two separate attractions، وفينك طبعا تشتري combined attraction لإلهم. وطبعا المنطقة محاطة بالمطاعم، وبتشوفوا يعني هاي الليجولاند واتر بارك. فباعتبار حكينا على الواتر بارك، فينا نحكي على بقية الواتر بارك.
حكينا في واتر بارك بالأتلانتس، واتر بارك تبع ليجولاند، في حتى على الشاطئ هون قريب على الشاطئ اللي كنا عم نحكي عليه في حديقة وايلد وادي واتر بارك. وإذا مننتقل للشارقة في البيرل واتر بارك، فهي يعني بجوز أخف شي عجقة، وحسب ما سمعت من العالم راحوا عليها بخلال النهار وخلال أسبوع ممكن تلاقيها فاضية تماما يعني لك ولقلبك، وجميلة جدا كمان. ويعني المنطقة هي منطقة المجاز ومنطقة البحيرة. هلا بعتقد حكينا كل شيء ممكن نحكي على دبي. طبعا لا شك في كتير شغلات، مثل اذا بتزور جزر الجميرة وبتحب تقعد قريب عليها، بتحب تقعد بتلال الامارات، تحب الجولفينج، في عندك فندق العنوان بتلال الامارات. طبعا هي يعني تجربة للي بحبوا الجولف، بحبوا يكونوا بالمناطق سكنية اكتر بعيد عن الضوضاء، ما بهمهم كتير المطاعم هون. طبعا في شوية فاين داين ريستورانتس دير. تلال الامارات كمان منطقة جيدة. هلأ في مكان للفنادق اسمه البرشا هايتس، فبذكروا حكينا على البرشا وقرب على مول دبي. هلأ لخمس دقائق لتحت في شيء اسمه البرشا هايتس، واللي هي منطقة صايرة كلها فنادق مثل ما شايفين، وبتوصل على المترو. المترو بيمشي بالمحطة موازية لشارع الشيخ زايد، وبيوقف عند الميجور اتراكشنز تبع دبي. فخلينا ناخدكم شوي بزيارة للشارقة، باعتبار الشارقة شمال دبي. شو ممكن نشوف بالشارقة؟ بصراحة الشارقة المين تينك فيها هي واجهة المجاز المائية اللي هي صايرة بحيرة خالد المشهورة، وعليها كانت حديقة المجاز، بعدين مشوا شارع فيها وسأولى واجهة كاملة. يعني هون بتلاقي يعني جميلة جدا المناظر بالليل أو بالنهار يعني، وعد العديد من المطاعم وألعاب الأطفال، حتى هون ألعاب أطفال عادية يعني مراجيح وكذا بس مدفوعة، يعني they are trying to keep a certain level. وبتشوفوا يعني مثلا هون في مطعم قصر حلب عندكم على واجهة الشارقة المائية، كل الشباب اللي طلبوا محمرة بجبنة مثلا قصر حلب. يعني العديد من الشباب بيحطوا الشوكولات والمولتن ديب كافيه، القعدة جميلة جدا، الطابق الثاني او الارضي او برا، فيعني كله شيء مرتب، شيء مرتب يعني بالشارع او بدبي تلاقي مطاعم جميلة جدا، والتمشاية حوالين بحيرة خالد من أجمل ما يكون. حتى اللي ما بيحب ينزل بدبي بيحب ينزل بمكان بالشارقة، This is the place to be. يعني في عندكم فندق الدبل تري هوتيل هون، بس أنا حورجيكم من المناظر من دبل تري هوتيل. مثل ما شايفين هاي حديقة الشارقة بشكل عام، وهذا المنظر من غرفتك. فهون في عدة فنادق على بحيرة خالد، وهذا المسجد جميل جدا الصلاة فيه، والعملكم يعني التمشاي ولا أروع. وحتى كبونس يعني باعتبار الشباب اللي بيسألوا على المطاعم، مثل ما حكينا هي واجهة المجاز المائية، هون المطاعم مور فاينر داينينج. إذا بدك التيبيكال الأكل العادي، هي عندك البيت البغدادي، فروش فواز، حتى عندكم نبيل نفيسة هون، اللفاح موجود، المميز هون في واحد مميز اللي هو الليوان. الليوان هو مثل أبو شاكر أو يعني سلطات فواكه، وصراحة ناس متقنين شغلهم بشكل جميل جدا، وفاتحين للساعة 12 بالليل 2 الصبح، شوفها على الجوجل يعني على حسب التوقيت، بس يعني بيرجعوك لأيام زمان. ف يعني هون مخابز شمسين على الزاوية تقريبا صايرة، ممكن تشوف يعني سواء معجنات، سواء حلو عربي، سواء فطاير ومناقيش، يعني لا يعلى عليه، دائما معجوقين لبرا، العالم قاعدة بالشارع، يعني كلها اعداد جميلة. وفي عندك العديد من المطاعم هون، واذا بتكمل هي الواجهة المائية مثل ما حكينا بتكمل عليها، بتوصل لمكان اسمه الكنال اللي فيه عليها اللفاح كمان برا على القناة المائية، وتمشاية حلوة عليها لا سيما بالنهار.
مواجهه للفاح، في عندكم شاورما الموال، في عندكم الفرن الشامي اللي بده ياكل معجنات وفطاير، في عندكم لقدام شوي مطعم البيت ستي مثلا، وفي مطعم البيت الشامي كمان قريب من هون. فبتلاقوا يعني عدة مطاعم كمان فاينر داينينج وشي ظريف وطيب ومشكل. وطبعا رياضة وأكل، رياضة وأكل، رياضة وأكل. ويلكم تو فيكيشن، يعني عبي البطن، زود الوزن وفضي الجيبة. فهي هي المناطق الأساسية بالشارع، المناطق الأساسية بدبي. خلينا إذا بتحبون ننتقل شوي على أبو ظبي. فإذا بننزل للجنوب، عفوا آخر شيء بالشارع حاولنا نذكره هو حديقة، هو حديقة المنتزه. فحديقة المنتزه هي مكان جميل جدا بالشارع، وهي عبارة عن attractions وthrill rides وهالقصص. للجميل فيها مثل ما حكينا البيرل هاربر هي موجودة فيها. فهي المكان يعني ممكن الواحد، هي جزيرة الأساطير مثلا، فيها عدة أمور ممكن تحضرها للألعاب المائية مع أولادك وأطفالك. يعني هون شوية more conservative style compared بحدائق دبي، يعني more أهل المدينة البيرل كينغدوم. فهي أكثر من يعني أكثر ستايلنا. إذا منكمل على أبو ظبي، شو هن الشغلات الأساسية اللي بأبو ظبي؟ هلأ إذا بدنا نحكي على أبو ظبي بشكل سريع جدا، فأنتوا بتشوفوا إذا بتكملوا على الشارع الشيخ زايد اللي حكينا عليه، بتكمل من جنوب دبي وبتوصل على أبو ظبي. أول ما توصل على أبو ظبي في عندك جزيرة ياس، فهي فيها مجموعة من الأكتيفيتيز الجميلة حسب ريفيوز. أنا ما صح لي روح عليهم، بس في عندكم عالم فراري هون مثل ما بتشوفوا. يعني هو لعشاق السرعة، لعشاق الألعاب الثريلر رايدز وهالقصص. ففراري وورلد بالقريب منه كمان بجزيرة ياس في عندكم الواتر وورلد، فهي كمان حديقة ألعاب مائية ضخمة جدا مثل ما شايفين، كثير من الأكتيفيتيز ممكن تنعمل. هلأ كمان قريبة عليها في عندكم الوارنر بروس وورلد، فهي يعني على ستايل بقية الباركس اللي حكينا عليهم بدبي. هلأ بنفس الجزيرة في عندكم الياس مول، واللي هو فيه كتير أكتيفيتيز مثل ما شايفين هون، سواء تكساس رود هاوس، سواء نافورة ياس مول الراقصة، في عدة أكتيفيتيز. وهي الفن وركس باورد باي بلاي، كمان حديقة ألعاب داخل المول. هدول الشغلات الأساسية اللي ممكن تنعمل بجزيرة ياس. هلا طبعا في لسه أكتر ممكن تشوفوا هون الواتر فرونت تبع ياس، في مارينا ياس، فعدة أمور ممكن تنعمل بجزيرة ياس. متى ما خلصتوا في عندكم الموقع المشهور جامع الشيخ زايد، اللي هو مثل ما شايفين أكبر جامع، وهو مزار سياحي حاليا كتير كبير بأبو ظبي، ويعني الريفيوز كتير حلوة عليه. هلا في الإماراتيز بالاس، فإذا جاء بالكم مثلا أوتيل على الشاطئ، فهذا مور لكجري ستايل هوتيل، ومثل ما شايفين من جوا يعني فعليا قصر، هو اسمه قصر الإمارات يعني. مثل ما شايفين فيكم تحجزوا، هاي تشيك افيلابيلتي مثلا يعني about $500 بالليلة. هاي بفبروري، متأكد طبعا بنيو يير بيكون أكتر، تعم شهر بأبريل مثلا، أبريل هذا وقت مناسب، حوالي $1000. شايفين موقع جميل. هلا اللي بيحب الفن وما الفن، فعندكم اللوفر، متحف اللوفر اللي هو نفس تبع فرنسا،
مساوي بأبو ظبي، تحفة معمارية. وهي الشغلات الأساسية اللي بنعرفها بأبو ظبي. ففي كاسر الأمواج، يعني ممكن تقرأ أكثر عن أبو ظبي اللي حابب يقضي كذا يوم، يعني ممكن يتوسع بشكل أكبر. بس هو فيديو أساسي عن دبي اللي بيزيد معه يومين ثلاثة ممكن بيحب يقضي بأبو ظبي. بعتقد فكرة ممتازة.